الو، الصوت مسموع كده؟ اللي سمع الصوت يعمل واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنبدأ مع بعض المحاضرة رقم 12، وهي الموقف الثاني من الحزمة الثالثة. وكده إن شاء الله بإذن الله يبقى فاضل لنا النهاردة ويوم الأربعاء الجاي، وكده يبقى خلصنا الجزء الأول من هذه الدورة. أهلا وسهلا بيكم، معاكم المحاضر أحمد الزقلوبي لإلقاء محاضرة في دورة اللغة الفرنسية وتطبيقاتها. بناخد مع بعض كل حلقة موقف من مواقف معينة، وبنبتدي نستخرج منه بعض الدروس المستفادة والكلمات وبعض القواعد وكيفية التعبير وتشكيل الجمل، وبناخد بعض الملاحظات على الصوتيات وبنبتدي نتعامل معها. وطبعا بطلنا المعهود حكيم بياخدنا كل يوم على موقف معين نبتدي نسمعه مع بعض، وبعد كده نبتدي نمشي في تسلسل المحاضرة. يلا بسرعة هنبدأ مع بعض، كل واحد معاه سماعاته. بيسيب كل حاجة في ايده، بنسيب الشات وبنبتدي. Leçon 2. Au marché. Du fromage, des tomates et du vin. Un morceau de comté, s'il vous plaît. Comme ça, monsieur? Oui, ça va. Merci. Avec ceci? C'est tout, merci. Un kilo de tomates, s'il vous plaît. Une bouteille de vin. Du Gros Hermitage, s'il vous plaît. كده بنسمع الموقف لأول مرة، بنسمعه تاني مع بعض. Leçon 2. Au marché. Du fromage, des tomates et du vin. Un morceau de comté, s'il vous plaît. Comme ça, monsieur? Oui, ça va. Merci. Avec ceci? C'est tout, merci. Un kilo de tomates, s'il vous plaît. Une bouteille de vin. Du Gros Hermitage, s'il vous plaît. كده يبقى سمعنا الموقف مع بعض مرتين، وابتدت ودنا بالتدريج تاخد على اللغة الفرنسية ونطقها. النهاردة معانا الدرس الثاني من الحزمة الثالثة، ليسون 2، بعنوان او مارشي. او مارشي بمعنى في السوق. النهاردة حكيم هياخدنا للسوق وهيبتدي يورينا ازاي ممكن اشتري الحاجات الموجودة في السوق اللي انا عايزها، ازاي اطلب من البائع بعض الحاجات، ازاي ارتب اولويات شرائي وابتدي اشتري على هذا الاساس. بنلاقي في اول الصورة حكيم بيجيب ورقة ويبتدي يكتب متطلباته، الحاجات اللي هينزل يشتريها عشان ما ينساش. فبيكتب أول حاجة دي فروماج، يعني
جبن، دي تومات طماطم، اي دي فان ومشروب الكحولي وهي الخمر. يبقى دي فروماج جبنه ودي تومات طماطم اي دي فان مشروب الكحولي. هو كده رتب اولوياته في ورقه وهيبتدي دلوقتي ينزل للسوق عشان يشتري. فبيقابل البائع الأول عشان يشتري أول حاجة اللي هي الجبنة اللي معانا، فهو بيطلب من البائع بيقول له أن مورسو دي كونتي، أن مورسو دي كونتي سيل فو بلي. واحد هيسألني يقول لي طيب هو في الأول كاتب دي فروماج، لما جه يطلب من البائع ما طلبش ليه دي فروماج؟ لا، ما هو هنا بيقول ان مورسو دي كونتي. كونتي ده نوع من انواع الجبنه في فرنسا، تمام. احنا هنا نعرف الرومي والجبنه البيضاء والجبنه الثلاجه، دي نوع من انواع الجبن، تمام. فبيقول له ان مورسو دي كونتي، كونتي ده النوع الجبنه نفسه، لكن ان مورسو اللي هي قطعه، ام مورسو دي كونتي قطعه محدده، ام مورسو دي كونتي يعني انا عايز قطعه من الجبن اللي نوعها كونتي. وبيقول له بعد كده سيل فو بلي، فبيحدد له البائع فبيقول له كوم سا مسيو يعني زي كده، بيجيب له قطعه من الجبن ويقول له كوم سا مسيو يعني زي كده، فبيقول له وي سافا يعني كده تمام. بعد كده حكيم بيسأله، الراجل بيسأله بقى بيقول له ميرسي افيك سيسي يعني عايز حاجة تانية، افيك سيسي بيقول له سي تو ميرسي، بيقول له تمام كده انا مش عايز حاجة تانية، يعني هو اشترى بس ايه المورسو دي كونتي اللي هي قلنا عليها الجبنة اللي هي دي فروماج. بعد كده بيروح لبائع الخضار وبيسأله على طلبه، فبيقول له 1 كيلو دي تومات، 1 كيلو دي تومات يعني كيلو من الطماطم سيل فو بلي. يبقى 1 كيلو دي تومات سيل فو بلي يعني كيلو من الطماطم من فضلك. وبعد ما اشترى التومات، هو كان عايز لو نفتكر مع بعض دي فروماج اللي هجبنا ودي تومات، كده ايه فاضل معانا؟ الدي فان. فبيروح لبائع المشروبات الكحولية فبيقول له إن بوتي دو فان، إن بوتي دو فان دي كروز إرميتاج. إن بوتي دو فان يعني زجاجة من مشروب الكحول، تمام، أو زجاجة من النبيذ، تمام. طب إي دي كروز إرميتاج، دي كروز إرميتاج ده اسم أو نوع النبيذ نفسه، تمام. ده احنا هنا عندنا المشروبات الغازية ليها اسماء معينة، هم برضك هناك المشروبات الكحولية ليها اسماء او شركات معينة. بعد كده بيقول له سيل فو بلي، يبقى بيطلب منه ان بوتي دو فان زجاجة من النبيذ دي كروز ارميتاج، دي الماركة بتاعتها سيل فو بلي. طيب احنا مطلوب مننا نعرف دي كروز ارميتاج؟ لا لا، كل المطلوب مننا ان احنا نعرف بعض المسميات اللي هي ان بوتي دو فان، ان كيلو دي تومات، تمام، دي فروماج، اوكي. وبعد كده نبتدي نتعرف على حاجات تانية مماثلة ليها عندنا هنا. ده الموقف بتاعنا النهاردة، موقف بسيط وسهل بعنوان او مارشي في السوق. بيبتدي حكيم بيكتب الطلبات اللي هو عايزها، دي فروماج جبنه، دي تومات طماطم، اي دي فان نبيذ. وبعد كده بيبتدي بالتتابع يروح يجيب الحاجات بالترتيب. اول حاجه بيروح لبائع الجبنه فيقول له ان مورسو دي كونتي وبيطلبها منه. بعد كده بيروح لبائع الخضار بيقول له ان كيلو دي تومات
وبيروح بعد كده النبي بيقول له ان بوتي دو ذا. ده الموقف بتاعنا. بنبتدي ناخد بعض الملاحظات الصوتية في هذا الموقف. أول حاجة هنلاقي أو مارشي عنوان بتاعنا أو مارشي، هنلاقي الـ أي بتتنطق كحرف الـ O، الاتنين مع بعض بنتنطق حرف الـ O، تمام؟ وبقول مارشي، الـ E أكسنت جي بنطقها بصوت خفيف كده E، بقول مارشي إيه مارشي. بعد كده في المحادثة نفسها بقول دي 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 اي، بقول دي دي فروماج دي فروماج، هلاقي الام هنا ما بتعملش فويل نزال صوت انفي مع الاو، ليه؟ لان وراها حرف الا، فبنطقها عادي بقول فروماج، وباكد على الار بطلعها فروماج. دي تومات، دي بنطقها مفتوحه، الاس بنطقها مفتوحه، دي ما بنطقش الاس، وبقول تومات تومات. وزي ما اتفقنا ان في الجمع النطق ما بيختلفش المفرد عن الجمع. بعد كده بقول ايه اللي هي وا، دي فان دي فان، الاي ان صوت انفي، بقول فان. بعد كده عندي ان ام مورسو، ام مورسو اس، السي هنا بنطقها كحرف السين، وال اي بنطقها كحرف الاو مورسو. دي كونتي، الاو ام هنا انفي، بقول كونتي، والسي بنطقها كحرف الكا. كوم سا كوم سا، هنلاقي في سا هنا زي ما نفتكر مع بعض السي هنا ورا حرف الا، المفروض انطقها كا، لكن بنطقها كحرف الاس، ليه؟ لاني بحط اس من تحتها كده عشان تتنطق سا. وميسيو زي ما متفق مع بعض على طول، الاو ان في ميسيو بحط فوقها حرف الاي عشان انطقها ميسيو وليس صوت ام. وي سافا، سافا دي خدناها قبل كده، هنا بمعناها تمام او كده كويس، لكن انا بستخدمها استخدام تاني برضو بمعنى للسؤال على كيفية الحال او ازايك، زي ما بنقول سافا سافا بيان. بعد كده بقول ميرسي افيك، نخلي بالنا افيك السيف، افيك بنطقها كحرف الكا، معناها في اخر الكلام بنطقها كحرف الكا. وبقول سوسي سوسي، بنطق الاو هنا كاني بنطق حرف الاو، بقول سوسي سوسي، بضم بقي شويه. وبعد كده بقول سي تو، سي بفتحها بقى سي تو تو، بضم بقي خالص لان الاو اي بيطلع منها صوت او، والتيل اخرانيه بنطقها. بعد كده بقول ميرسي. ان كيلو اللي هو وحده قياس الاوزان، كيلو كيلو، ان كيلو دو دو، بضم بقى شويه، دو تومات، يبقى ان كيلو دو تومات سيل فو بلي، والتيف سيل فو بلي ما بنطقهاش. بعد كده بقول ان 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 بوتي، ان بوتي بوتي اللي هي الزجاجة، واخدين بالكم ازاي بنطق بوتي؟ بوتي دو فان. بعد كده عندي دي كروز، كروز السي بنطقها كا، كروز ارميتاج ارميتاج، دي كروز ارميتاج سيل فو بلي. وكده نبقى خلصنا الملاحظات عن النطق في الموقف نفسه. نبتدي ناخد الفوكابيلير. عندنا اول حاجة في الفوكابيلير دي فروماج، دي فروماج يعني بعض من الجبن، دي فروماج. اللي بعد كده دي تومات، دي تومات اللي هي بعض حبيبات طماطم، دي تومات. بعد كده دي فان اللي هي النبيذ او الخمر، دي فان. بعد كده بناخد بعض العصائر اللي تتوافق مع ثقافتنا بقى ونقدر نشربها بالنسبة لنا، فبقول جي جي، بحاول انطق جي، بنطق حرف الاي، بقول جي الاس منطقهاش، بقول جي دو مانج،
jus de mangue, يعني عصير المانجو. ال U F mangue ما بنطقهاش. تمام، بس شفتوا ازاي بطلع حرف الجي بقول مانج، ال A N A M في برضه. يبقى جي دو مانج عصير المانجو. عندي بعد كده جي دورانج. في الاول قلنا دو مانج لان مانج مبدوع بحرف ساكن، لكن اورانج مبدوع بحرف متحرك، فبقول على طول بشيل ال E. تمام، وبدخل نطق دي في اورانج، فبقول جي دورانج. جي دورانج اللي هو عصير البرتقال. بعد كده عندي الزجاجة بمعنى إين بوتي دو، وبعد كده بحط المسمى أو نوع السائل اللي في الزجاجة، فبقول إين بوتي دو، وحط بعد كده اسم الحاجة أو السائل اللي جوه الزجاجة. أم مورسو، أم مورسو قطعة، بردك بس بقول أم مورسو دو، وبقول اللي أنا عايزه أو القطعة اللي أنا عايزها مسمى الحاجة نفسها. يبقى عندي إين بوتي دو وأم مورسو دو. وحدة القياس اللي عندنا أن كيلو، أن كيلو. أوكي، بردك لو عايز أقول دو كيلو، تروا كيلو، بضيف إس في كيلو. كم سا لما يبقى حاجة في إيدي أو حاجة معايا وعايز شبيهة ليها أو زي ده أو زي كده، بقول كم سا. بقول كم سا. بعد كده وي سافا، قلنا سافا دي تمام أو تمام كده، أو بنستخدمها للرد على لو حد سألني بسافا أو كمون سافا. إيه أفيك سيسي، إيه أفيك سيسي دي البائع هو اللي بيقولها للمشتري، بحيث يقول له عايز حاجة تانية أو في حاجة تانية تطلبها، ويقول له ايه افيك سيسي، افيك سيسي. فبيرد عليه لو كده خلاص، بيقول له سي تو، دي اخر كلمة عندنا، سي تو يعني كده تمام او كفاية كده. بنراجع تاني على نطق الكلمات. عندي دي فروماج يعني بعض من الجبن، دي تومات بعض من الطماطم، دي فان النبيذ، جي دو مانج عصير مانجو، جي دورانج عصير برتقال، ان بوتي دو زجاجة، ان مورسو قطعة، ان كيلو، كوم سا كهذه او مثل ذلك، وي سافا نعم او تمام، اي افيك سيسي اي شيء اخر، أو هل تريد شيء آخر؟ إيه أفيك سي سي، سي تو يكفي هذا أو كده تمام، أفيك سي سي ورد عليها سي تو. الجرامير اللي عندي النهاردة جميل جدا وبسيط ولذيذ. هناخد النهاردة لو تلاحظوا حكيم النهاردة كان بيورينا بعض المنتجات أو بعض السلع وإزاي بعبر عنها بكميات معينة. بعبر عنها إزاي بقى بكميات معينة؟ هناخد أول حاجة عندي علشان أعبر عن كمية الشيء نوعين. أول حاجة لو عايز أعبر عنها بكمية غير محددة، بمعنى مثلا لما جه حكيم في الأول كتب الحاجات اللي هو عايزها، قال أنا عايز طماطم، عايز جبنة، عايز نبيذ، محددش الكميات بالظبط. اوكي، طيب عشان اعبر عنها بعمل ايه؟ قالك اول حاجة بجيب حرف الجر دو، بجيب حرف الجر دو. طيب دو اللي هي دي او، تمام. بعد كده بجيب المسمى او الكلمة اللي انا عايز اقول الكمية منها، عايز اقول الكمية منها. طيب بعمل ايه بقى؟ بجيب الكلمة دي بعرفها الاول مذكرة ولا مؤنثة ولا جمع، تمام. بعد كده بضيف لها حرف الارتيكل ديفيني، الارتيكل ديفيني اللي هي اداة التعريف
اللي هي الألف واللام عندنا في اللغة العربية، وبعد كده ببتدي أدخلها على حرف الجر د وبشوف أشكالها هتبقى معايا إزاي. عرفنا التركيبة دي، نعيدها تاني. أول حاجة بجيب حرف الجر د اللي هي د أ، بعد كده بجيب الكلمة اللي أنا هجيب الكمية منها، بشوفها مذكرة ولا مؤنثة، جمع ولا مفرد، وبعد كده بضع أمامها الأرتيكل ديفيني أداة التعريف اللي هي الألف واللام في اللغة العربية، وبعد كده ببتدي أشوف شكلها مع الد هيبقى شكلها إزاي. ناخد أول حاجة عندي، لو كان الكمية المسمى الكمية أو الحاجة اللي أنا هاخد منها الكمية دي، تمام، هي كمية غير محددة عشان نكون متفقين. أول حاجة طيب بعد كده بشوف شكلها هيبقى ازاي، بضم الد وال مع بعض بدمجهم وبيطلعوا معايا جي، بيطلع معايا جي، وبحط الكلمة زي ما هي، تمام. يبقى الد بجيب وراها كلمة مفرد مذكر، بجيب أداة التعريف بتاعتها هي ل، بحط د ول جنب بعض بدمجهم بيطلعوا دي، فبقول دي فان، دي فان. يبقى دو زائد لو فان بتطلع دي فان. طيب الكلمة التانية اللي عندنا، طيب لو كانت مفرد مؤنث هجيب الدو واجيب كلمة زي كريم، كريم يعني كريمة، تمام، بشوفها انها مفرد مذكر مفرد مؤنث. طيب بتاخد أداة التعريف لا، طيب دو ولا هبتدي أدخلهم في الخلاط هيطلعوا إيه؟ قالك لأ بيطلعوا زي ما هما دو لا. طيب هتبقى إزاي بقى؟ دو لا كريم، دو لا كريم يعني بعض من الكريم أو كمية غير محددة من كريمة، دو لا كريم دي في المؤنث المفرد. طيب الحالة التالتة عندي مفرد مؤنث أو مذكر بس مبدوء بحرف متحرك، بعمل إيه؟ عندي ويل، إيه ويل ده؟ ويل اللي هو الزيت، بقول عليه ويل، فاكرين لما بنطق وي، تمام، وي يعني نعم، وي بقول ويل، لأ أداة التعريف، أداة التعريف اللي هي لو لا كده، لكن الدي دي أداة تجزئة، دي أداة تجزئة لوحدها دي، تمام. أنا قلت عليها حرف جر عشان نفتكرناها، عشان نفتكرها قبل كده إن إحنا خدناها قبل كده دي كحرف جر. فبنقول خلينا مع بعض في المثال التالت، بقول ويل مبدوءة بأش، تمام، يعني عندي الكلمة يا إما مبدوءة بأش يا إما مبدوءة بحرف متحرك. طيب بعمل ايه؟ بجيب الد، تمام، بتاخد ايه؟ الابوستروف. طيب ليه؟ لان اش او الكلمه مبدوءه باش او حرف متحرك. طيب بدخلها على الخلاط او بدخلها على المعادله، بيبقى شكلها ازاي؟ بيبقى شكلها كده دول ويلا، دول ويلا، تمام، ميبقاش فيها اي اختلاف، ميحصلش دمج. خلاص كده معايا كله تمام. ناخد المثال الرابع والأخير، طيب لو كان جمع، طيب مذكر ولا مؤنث؟ جمع بنوعيه الاتنين. طيب هنجيب حاجة زي تومات، تومات حبيبات الطماطم، تومات بجيب الد أول حاجة، بعد كده تومات ده جمع. طيب أداة التعريف اللي بستخدمها معاه ليه اللي هي ال -E -S. طيب بدخل د وليه بيبقى شكلها ازاي؟ تبقى دي اللي هي د -E -S. فبقول دي تومات. كده انا عرفت ازاي اعبر عن كمية غير محددة من شيء ما
بطريقة سهلة وبسيطة، سواء كان مفرد مذكر، سواء كان مفرد مؤنث، سواء كان مفرد مذكر أو مؤنث بس مبدوء بحرف متحرك أو أش، أو كان جمع بنوعين. طيب ده جزء أولاني، لو كانت الكمية غير محددة أو غير معروفة بالنسبة لي. طيب لو كانت الكمية محددة، أنا عارف أنا عايز إيه بالظبط من الموضوع ده. دي زائد لي بيدينا بتساوي دي. طيب لو عندي بقى كمية محددة هذه، وبعد كده يعني ايه ده كمية محددة وهي زجاجة شكلها محدد ومعروف بوتي. طيب دي الكمية، بضع دي زي ما هي دي، وبعد كده بضع مسمى الأشياء والشيء اللي أنا عايز أحدده اللي هي ذا، دون إضافة لا أداة تعريف ولا أي أداة تانية. تمام، بحط دي بس بين الكمية وبين المسمى، فبقول إن بوتي دو فان. إيه عندي مثال تاني؟ عندي مثال تاني بسيط كده وجميل. أن كيلو دي تومات، كيلو واحد من الطماطم. حطيت الكمية وهي أن كيلو، وحدة وزن أن كيلو، بضع دو زي ما هي وتومات بحطها. طيب واحد هيقول لي تومات جمع ودي شكلها ما تغيرش، هقول لك ما بيتغيرش. طب ليه تومات جمع؟ لأن الكيلو من الطماط فيه كذا وحدة طماطم، مفيهاش طماطم مية واحدة، مفيش طماطم مية كيلو. تمام، فبقول أن كيلو دي تومات. ليه؟ لأنها حبيبات كثيرة، يعني مثلا ممكن الكيلو يكون مثلا فيه 10 15 وحدة طماطم، فبقول أن كيلو دي تومات. فهمنا كده؟ طيب بيجيب طماط جمع، لكن دي لا تتأثر، دي بيبقى شكلها ما بيختلفش سواء كان مفرد مذكر مفرد مؤنث. تمام، طيب جمع نفس الكلام. طيب لو مبدوء بحرف متحرك، لا بشيل الاو بتاع الد. تمام، بشيل الاو بتاع الد. يعني لو عايز مثلا عايز اقول لويل، فبقول ام بوتي دويل، ام بوتي دويل، زجاجة من الزيت، ان بوتي دويل. خدنا بالنا من الملاحظة دي؟ حبوا لو كده ممكن ايه نحاول نكتبها عشان الناس تشوف. شفتوا شكلها ازاي بتبقى؟ ان بوتي دويل ده شكلها. خلاص كله كتبها؟ يلا كتبها، يعمل واحد. تمام كده، ازاي عرفنا ازاي نعبر عن الكمية المحددة والكمية الغير محددة. عندنا بقى اكسرسيس بسيط كده نحله مع بعض. والحاجة فروماج، فروماج ام، هي اي كل الحروف المتحركة يا استاذ كريم، اللي هي الا ا اي او اي إيه. بالظبط، الفويل. تمام، يلا نحل مع بعض. أول واحدة فروماج، عندي أول حاجة دو زي ما هي، دي الأول اللي بعد كده دي اللي هي دو لو، بعد كده دو لا، دو الأبوستروف اي دي اللي هي للجنب. طيب ليه دي اللي هي دو اي؟ لأن فروماج مذكر، نكتب جنبها كده ام معناها مسكولة مذكر. تمام، طيب شوكولا،
بالضبط دي شوكولا. تمام، ليه؟ لانها مذكره برضك، شوكولا معنى هي شوكولاته. بعد كده عندي بقى كميه هنا، ان بوتي نقط فان. لا استاذ علاء، استاذ عمرو صح، رقم 5-2 صح. يا ريت يا جماعه نكتب الاسماء، بلاش الاعداد بلاش الكونيا، يا ريت نكتب الاسماء عشان ابقى عارف مين معايا بالظبط. هاخد دو اللي هي دي اي. تمام، بعد كده ان كيلو نقط غازان. ان كيلو دو غازا. طيب واحد يقول لي يعني ايه غازا؟ غازا اللي هو العنب. لا، ما بقولش دي غازا. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان ما دام في كميه محدده ان بوتي او ان كيلو، بستخدم دو زي ما هي اللي هي دي او، ما بضيفش دي او دو لا او دي ال او دي. تمام، بقول دو على طول، دو غازان. حتى لو غازان جمع، حتى لو غيزان، غيزان مش غازان، غيزان، غيزان اللي هو عنب، غيزان. حتى لو غيزان جمع. بعد كده عندي فريز. فريز اللي هي الفراولة. بالظبط، دي فريز. ليه؟ لأنها جمع، دي فريز. بعد كده عندي أوليف. بالظبط، ديز أوليف. أوليف يعني زيتون. تمام، ليه بقول ديز أوليف؟ لأن دي آخرها اس. لا، هنا بمعنى أوليف اللي هو الزيتون. تمام، لا ديز بايدك، دي اللي هي دي اي اس. طيب ليه بنطقها بنطق الاس زد؟ لان اوليف ببدأ بحرف متحرك اللي هي او، فبقول ديز اوليف، ديز اوليف. تمام، بعد كده عندي كريم. كريم نعم، معناها كريمة. دي لا، بالظبط، دي لا كريم، دي لا كريم. طيب او يعني ميه. دي لو، بالظبط، دي الابوستروف، بقول دي لو. لا، ما احنا قلنا ما دام الكميه مش محدده ما بستخدمش الدي بس، بستخدم الدي وبعد كده اداه التعريف، هتبقى دي لو. بالظبط، دي لو. بالظبط استاذ علاء. تمام، بكده نكون خلصنا فقره الجرامير مع بعض. بعد كده بندخل على فقرة البرونونسياسيون. هنا بناخد بعض الملاحظات والحركات الصوتية. النهاردة عندنا، النهاردة هناخد الحركة الصوتية اللي تتكون من حرفين وهي اي ان وانطاها ان، وحركة صوتية تانية، حركة صوتية تانية تتكون من 3 أحرف وهي الـ R E N برضو وأقولها أ، وحركة صوتية ثالثة تتكون من E N بقول عليها يا يا. لما نشوفها في الأمثلة تبقى واضحة معايا. أول حاجة هناخد الأمثلة اللي فيها E N اللي هي أ، صوت أنفي بطلعه خفيف أ. فعندي فان، 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 في اي ان، فان. طب ايه تاني عندي برضك في صوت اي ان؟ سانك، سانك، سانك. لو نفتكر مع بعض رقم 5، سانك، سانك. ايه تاني عندي؟ عندي انتريسون، انتريسون، اي ان صوت ان، انتريسون.
الآ إن إم في بس الصوت قوي بقول آ انتريسون. ده بعض الكلمات اللي فيها إي إن كصوت إم. عندي بعد كده حركة صوتية الآ إي إن. طب إيه عندي؟ عندي با. شوفوا إزاي بضغط على بي بطلعها با. يعني إيه با؟ با اللي هو الخبز. با فيها آ إي إن بيطلع الصوت أنفي آ با. الحركة الصوتية التالتة عندنا اللي هي إي إن يا. طيب بنطقها ازاي؟ عندي تري بيان تري بيان. بيان اللي هي جيد. بقول تري بيان بالظبط. عندنا اهي دو ريان لا شيء. دو ريان قلنا دو ريان دي رد على ميرسي. فبقول دو ريان. و كومبيان ده أداة استفهام بعد كده هناخدها. كومبيان معنى كم. كومبيان كومبيان. خلاص كده نراجع تاني على الكلمات. عندي 20 5 intéressant très bien de rien combien. وال AM بردك أنفي كده بطلعها قبل ال B الخفيفة بقول combien. عندي جملة بها أصوات أنفية مختلفة نتدرب عليها. هنطقها الأول براحة. un bon vin blanc un bon vin blanc. الجملة دي معناها أول حاجة هي مش جملة هي عبارة يعني نبيذ أبيض جيد. تمام. فيها الصوت الأنفي اللي هي أ أ و أو و أ و أ. يبقى بقول un bon vin blanc. هل مطلوب مننا نحفظ الكلمة دي؟ لا، نحاول ننطقها واحدة واحدة وبالراحة مع بعض. ليه؟ علشان يبتدي لساني وحركات بقي والجهاز الصوتي يبتدي ياخد على الأصوات الأنفية الجميلة اللي في اللغة الفرنسية. فبقول تاني مع بعض un bon vin blanc un bon vin blanc. شفت جمال اللغة كده جميلة ازاي؟ بالجملة الجميلة والعبارة الأخيرة اللي احنا خدناها نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة. بناخد الروشتة اللي بناخدها كل محاضرة كده في الآخر. إعادة سماع المحادثة 3 مرات يوميا. قراءة الكلمات والتأكيد على الصياغات مرة على الأقل يوميا. مشاهدة القناة. رجع تاني. حد عنده أي سؤال يا جماعة؟ تي في سانك دي إحدى القنوات المشهورة في فرنسا. دي بنسمعها علشان نبتدي ودننا تسمع اللغة الفرنسية. مش لازم نفهمها، مش لازم نتقن الفهم، أهم حاجة ودننا تاخد على سماع اللغة الفرنسية نفسها. ولو ما قدرتش تجيبها انا ان شاء الله باذن الله يعني اكتب لي على ايميل او كده وممكن احط لكم الرابط على اليوتيوب. ممكن تشوف منها ايه بعض مقتطفات كده على اليوتيوب. خلاص انا ان شاء الله باذن الله هنزل على صفحة الدورة الرابط بتاع اليوتيوب بتاع القناة نفسها بحيث ممكن تشوفوا 10 دقايق من فيديو من أي فيديو يعجبكم خاص بالقناة.
في سؤال طيب بخصوص المحاضرة؟ لا نو ان او ان بالضبط نو وانطقها بصوت انفي نو لا ولا يهمك. ها في حد عنده سؤال؟ طيب اللي ما عندوش سؤال يعمل واحد بالنسبة لي يا أستاذ محمد اتفضل. مفيش مشكلة تبتدي تتابع المحاضرات اللي فاتتك على قناة اليوتيوب للأكاديمية، وتابع لو في أي حاجة معاك الإيميل بتاعي ابعت لي أي حاجة، أنا إن شاء الله بإذن الله هبتدي أتابع معاك، مفيش أي مشكلة. مفيش مشكلة يا جماعة، أهلا وسهلا بكل من كان أول مرة، وإن شاء الله بإذن الله ما تكونش آخر مرة. الحد والأربع من كل أسبوع خلال شهر رمضان، وعندنا محاضرة الأربع الجاي الساعة 10.